مرحبا بكم. في هذا العدد سنتعلم كيفية إنشاء بانر احترافي بهذا الشكل الذي يظهر أمامكم. بالنسبة لهذه الأشكال تستطيع كتابتها إلا باللغة أجنبية، الموقع لا يتعامل مع اللغة العربية. كما تلاحظون نقوم باختيار أحد الأشكال التي يظهر هنا. نفترض أنني سأقوم باختيار هذا الشكل، أقوم بالضغط عليه. هنا تستطيع كتابة الأسماء التي ستظهر. نكتب كمثال موثوق، نكتب معها اختصار كلمة تعليم، نقوم بإعادة كتابة كلمة موثوق. تقوم بتحديد أنا لست برنامج روبوت، ثم تقوم بالضغط على إنشاء. يقوم الموقع الآن بإنشاء البانر كما تلاحظون. كما تلاحظون بعد لحظات تم إنشاء هنا البانر الخاص بنا. لاحظوا جيدا، أشكال جميلة تستطيع الاحتفاظ بها ودمجها مع الفيديوهات أو الإعلانات التي تريد إظهارها للموقع الخاص بك أو قناتك على اليوتيوب. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لكم على المشاهدة.